بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم جميعا في هذا المساء، ولقاء يتجدد بكم مع دوري يلو في الجولة الرابعة، في قمة الجولة الرابعة، جولة نحلم ونحقق نيوم. يستضيف العين هنا في مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، حيث هذا اللقاء المرتقب ما بين الفريقين في جولة نحلم ونحقق. بعطاء متدفق، سعوديتنا هي أجمل ما نتحدث عنه وننطق أيام قليلة، وتنطلق الأفراح والسودد أسبق. طاب مساؤكم في هذا المساء، وطاب مساؤكم وعشاق دوري يلو خاصة الذين يتابعون هذا الدوري. وفي قمة الجولة الرابعة هذه المباراة نيوم والعين هنا على مسرح مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك. 15 عبد الله الزيد، 32 سلمان الفرج القائد، 37 الفاسميد ومهند السعد عين، فريق القادم من الباحة من الأطاولة تحديدا. وانطلاقة هذه المباراة نيوم بالأزرق والعين بالأصفر على يمين الشاشة المتواجد في قائمة فريق نيوم. هنا الكرة المنقولة ممتازة في التمرير، رائعة رائعة من عبد الله الزيد النجم الشاب، هنا إلى باي حاول في الكرة إلى خارج أرضية الملعب. في الموسم الماضي تواجد في دوري الدرجة الثانية، بدأ بداية سيئة في هذا الموسم مع دوري الدرجة الثانية في الجولة الأولى. نشاهد التسديدة ممتازة والكرة والهدف الأول، هدف الأول لكن التسلل موجود على رومارينيو، كان في اللقطة والمتابعة ممتازة لكن مصطفى تليم والمساعد الذي كان يتواجد سامي الحكال كان قد انتبه للقطة والتسلل الذي كان موجودا. نشاهد اللقطة، هنا لاعب فريق العين تقدم ولكن التسلل ليس موجودا. نشاهد اللقطة، هناك ارتباك على مستوى ضبط حالة التسلل. هنا اللقطة، نعم كان متقدم لكن لا يوجد هو آخر لاعب، لكن نشاهد القرار، نشاهد، أعتقد أن اللقطة سيكون بها مراجعة. اللقطة مثيرة، إذن رومارينيو في التسجيل في الهدف الأول لفريق نيوم. حتى الآن فريق نيوم في التحكم بالكرة، عبد الملك العيري خطير فريق نيوم إلى عبد سلمان، هنا في المحاولة مرة أخرى في التحضير رومارينيو والتسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. جاز بالتأكيد أطول اللاعبين قام، هناك التوجيهات، هنا الكرة إلى البريك، بحث العرضية، هنا الكرة الرأسية والكرة مرة أخرى خطرة لفريق نيوم. الحجازي تعود الكرة في التمرير من سميتو والرأسية والحارس سلافيشا ممتاز، مضى حتى الآن حتى بالهدف والهجمات والتدخلات، كرة في العارضة، هنا الكرة في الطرف اليسار، محاولة البريك في التمرير هذه المرة في الطرف اليسار رومارينيو في المحاولة في التحضير إلى ألفا سميدو في تمريره إلى حجازي في المحاولة الآن في التمريرة الطويلة ورأسية مباي في الكرة لعبد الله الزيد، لمسة ساحرة والتسديدة ولكنها الكرة في الشباك، يا للروعة مهند السعد، هذه كرات مهند والمتابعة ممتازة. اليوم يسجل الثنائية في أكثر من ربع ساعة بدقيقتين، في الدقيقة الثامنة عشرة إذا يسجل هدفين وتقدم. شاموسكا رسم الخطة، شاموسكا مع فريق نيوم، ظهر مهند السعد النجم الشاب هذه المرة مع عبد الله الزيد اللاعب الفنان ساحر في أرضية الملعب في متوسط الميدان، اللمسات السحرية، هو من بدأ الهجمة عبد الله الزيد والكرة التي ذهبت لمباي. نشاهد بالطريقة السهل الممتنع، نشاهد التمريرة بكل فن بكل مهارة والتسديدة لكنها عادت لمهند وبالتالي الكرة في الشباك. نعم اصطدمت بنواف الصبحي ولكن الكرة التسديدة كانت قوية، التسديدة كانت قوية من مهند وبالتالي اعتلت في الشباك، لامست نواف وبالتالي ارتفعت وكانت صعبة على الحارس سلافيشا. هذا هو مهند السعد بالهدف الثاني لفريق نيوم.
من الانتصار في الجولة الثانية 4 للا شيء على فريق الجندل، بعد ذلك على فريق الجبيل كذلك رباعية للا شيء. هذه الانتصارات هنا، التمريرة رائعة لفريق العين ولكن الكرة المقطوعة. فريق العين يقترب الآن، قلت بأن هذا الفريق رائع لكن الكرة إلى الحارس، الكرة إلى الحارس، لاعب وسط هناك الحارس سلافيشا، لكن بقيت الأسماء أسماء محلية من بينهم هذا النجم أحمد الشمري الذي قدم أداء عاليا ولافتا في هذا الشوط مع عبد المجيد الثبيتي، مع محمد السفياني صاحب التمرير والأسيست في هذا اللقاء في هذه اللقطة. هذه اللقطة المثيرة، إذن التداخل ما بين اللاعبين، هل نعم أثر اللاعب التدخل بالقدم اليسرى كما نشاهد، والتلامس هل كان هناك إثار واضح؟ القرار لدى مصطفى الذيل في المتابعة والحكم تقنية الفار، الحديث عن مشعل الشهري وكذلك ماهر هادي. هل يمنحون العين في ركلة الجزاء في هذه اللقطة؟ الإثارة ستكون في مع نهاية الشوط الأول وقبل النهاية في الوقت الضايع. العين الآن ينتظر، جمهور العين ينتظر وحتى جمهور النيوم. إذن هنا اللقطة إلى ركلة الجزاء، ركلة الجزاء لصالح فريق نواف ومصطفى ملائكة، نواف الصبحي، نواف وهدف التعديل. العين يسجل هدف التعديل من نقطة الجزاء، رائعة نواف الصبحي قلب الأسد، الهدف التعادل إذن لفريق العين. العين نواف الصبحي ومصطفى ملائكة الذي استقبل الهدف بهذه التسديدة. إذن الفريق الذي قدم أداء عالي رفيعا في بالنسبة لفريق العين في هذا الشوط، الفريق الأصفر الذي ظهر بقوة في الشوط وخاصة بعد مضي نصف ساعة، كان في بداية المباراة ربما هناك ارتباك على مستوى فريق العين في وسط الميدان في خط المقدمة لا يتواجد الهجوم، لكن بعد ذلك نشط فريق العين في ملعب فريق نيوم واستطاع التسجيل هدف التعادل. رائع نواف الصبحي كعادة هذا النجم في ركلات الجزاء التي يسددها عادة. أيضا مهند النجاي اللاعب رقم 18، هذا هو التغيير، تغييرين كان الخطأ. سلمى الفرج يترك الكرة لمحمد البريك، الكرة العرضية حجازي في الرأسية لكن التسلل موجود. دفاعات فريق العين كانت قد تقدمت لأن طبعا لوضع اللاعب في التسلل، بالتالي الاحتفالية هل تكتمل أم لا؟ لكن نشاهد الحارس سلافيشا هذه اللقطة. إذن حجازي في التقدم في التسلل، هل كانت يد حكون؟ ستكون مرحلة الانطلاقة لفريق العين في هذا الدوري، وكنت وصفت الفريق بأنه الفريق الذي لا يمكن التنبؤ بما سيفعل. هنا الكرة إلى خارج أرضية، هناك الحديث، هذه لا يوجد بها شيء، كذلك هنا الكرة لصالح فريق نيوم. ركلة زاوية، سلمان الفرج وعبد الله الزيد الذي يقف بجوار سلمان في الأرضية، من يقابل الرأسية خطرة في العارضة، مرة أخرى تعود والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. أعتقد أن الرأسية الأولى كانت من مدفرج. إلى البريك، إلى محمد وليد الذي ينقل الكرة لأحمد حجازي روما، الكرة المنقولة الآن لصالح فريق اليوم في التسديدة، لكن الحارس لافيشا محمد وليد إلى متوسط الميدان الآن ألفا سيميدو إلى الكرة المورّرة الآن في التمريرة، ممتازة كانت من عبد الملك، كرة خطرة على ياري في التدخل الآن في العرضية ولكن إلى خارج أرضية في شباك فريق اليوم. 3 جولات كانت بشباك نظيفة، كلين شيت للحارس مصطفى ملائكة، لكن اليوم بنقطة الجزاء فريق العين من سجل، فريق العين حزة شباك وألفا سيميدو والفرج، ألفا سيميدو في التسديدة لكنها تعود مرة أخرى إلى سلمان إلى حجازي في العرضية، تغيير بهذه الطريقة رأسية عبد الله زيد، لكن الحارس البوسني ممتاز، الحارس لافيشا يعني ثبات على مستوى الدفاع لفريق العين، ذلك صعب الاختراق هنا في الكرة في العرضية ممتازة، ولكن الإبعاد تعود مرة أخرى لروما، روما في العرضية لكن ياسر هذه المرة كذلك، ياسر ممتاز
قبل ذلك حسن ربيع هناك، هنا على الكرة تعود لصالح فريق اليوم. عبد الله الزيد في العرضية إلى روما، روما ولكن الحارس ممتاز لافيشا، الله يا راي على الحارس البوسني، ولكن عينك على عبد الله الزيد اللاعب الساحر. تمريرة ساحر عبد الله في هذه المباراة، التمريرة لا يمكن، التمريرة يعني وضع روما أمام الـ أمام الـ 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 الحارس. ويصطدم بفريق اليوم، ولكن هنا الكرة في الرأسية ممتازة، والكرة خارج أرضية الملعب. سلافشيا سلافشيا رائعة، الحارس البوست هناك دفع لاعب آخر، التدافعات والتدخلات حتى الآن ما بين لاعبي الفريقين، والإثارة موجودة، الإثارة موجودة في اللحظات الأخيرة في المباراة. آخر 13 دقيقة نشاهد إثارة قادمة، هنا الرأسية إلى خارج أرضية الملعب يا ركلة الزمن. لامس اليمين عبد الملك العيري، عبد الملك العيري في الدخول الآن، عبد الملك تعود إلى روما أو لعبد الله، عبد الله الزيد في العرضية، هنا أمبا إلى روما، روما خطرة إلى كارلوس، هنا الحارس سلافيشا، لكن الحكم أطلق الصافرة، أطلق الصافرة. الحضور، هذا الحضور المهيب، حضور الجمهور فريق اليوم المتابع للفريق والذي يشجع من هنا وهناك، الصور في يبحث عن هجمة مرتدة سريعة، لكن حتى الآن لم ينجح معتصم ولا، لكن هذه اللقطة هل ينجح في استقبال الكرة؟ نعم اللاعب متسلل، لكن سنشاهد اللقطة، هدف الثاني ضاعت التسلل، رفع الراية الآن، رفع الراية. البرتغالية ما بين المدربين، المدرب البرتغالي سوزا وكذلك المدرب البرازيلي شاموسكا، تسلل واضح، تسلل واضح لاعب لاعبي فريق ليون. هنا الكرة لسلمان، سلمان في العرضية الرأسية في الإبعاد، لواليوا الذي أبعد الكرة الماضية، تعود لعبد الملك العييري، عبد الملك يعيد الكرة مرة أخرى لصالح فريق اليوم. سلمان، سلمان بي المهارة تلاعب، سلمان بي العرضية ممتازة، رأسية كارلوس إلى أحمد حجازي والحارس سلافيشا، رائع. وعباس الحسن والرمية الجانبية، أسلام هوساوي على التنفيذ، ينقل الكرة الطويلة، حجازي بالرأسية وتسديده، التسديدة من عباس، أول لمسة بالمسؤولية بالنسبة مع فريق العين الذي أبعد الكرة، عباس والكرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة هي المحاولة في التمريرة، كانت من كارلوس جونيور ليس حسن، حسن ينتظر هنا وسلافيشا في الإبعاد. إذا الأمور يعني بالنسبة لفريق هو اللاعب الذي كان يوصل الكرة بأقل أداء وبأقل مستوى، هنا التسديدة وسلافيشا، خلاص أعتقد أن خلاص الحارس الجائزة سينال حارس مرمى فريق العين سلافيشا. على اللجنة حجازي لاعب قصير قامة هو القائد، لكن نشاهد هذه الرأسية خطرة حجازي، حجازي والكرة والإبعاد، الإبعاد أعتقد أن اللقطة لا يوجد فيها شيء، كانت جابي واحد لواحد، هنا الخطأ والتنفيذ، سلافيشا كاد أن يتقدم ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، هنا الانطلاقة من 77، هذا هو محمد رجب، محمد رجب في الانطلاقة ينقل الكرة الطويلة، ولكن سلمان في الانتكاك، سلمان في المحاولة، ولكن هنا الصافرة، الصافرة ونهاية هذه المباراة، نيوم يتعادل مع فريق العين، أو العين يتعادل مع فريق نيوم.